هذا وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلماته أمام مؤتمر الإسكان العربي السابع أن العاصمة الإدارية تشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها، مشيرا إلى أن العاصمة ستوفر سكنا كريما للأجيال القادمة وستكون مركزا للنشاط العام والابتكار في مصر. هنا في هذه المدينة التي كانت منذ أقل من 6 سنوات أرضا جرداء على تخوم القاهرة، وها هي اليوم بفضل التخطيط الطموح وسواعد المصريين وجهدهم تخرج للواقع في وقت قياسي. إن هذه المدينة وغيرها من المدن الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية وهي كثيرة ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها، ولهذا المكان رمزية قوية لما يحمله من أمل يعلقه الكثير من أبناء هذا الوطن على مشروع سيوفر سكناً كريماً لأجيال اليوم والغد ويكون مركزاً مفعماً بالنشاط والابتكار بإذن الله. تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة، انطلقت فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع والذي تستضيفه مصر على هامش الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في الفترة من 18 حتى 20 من ديسمبر من عام 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. المؤتمر ده السابع لوزارة الإسكان والعرب بيبقى على الهامش بتاعه في مؤتمر. المؤتمر السنة دي يعني فيه عدد كبير من الابحاث الحقيقه، يعني اكتر كتير من المؤتمرات السابقه، من 11 دوله عربيه، في 19 ورقه وطنيه، وفي 6 محاضرات رئيسيه، ويعني كلهم بيتكلموا على المحاور بتاعه المؤتمر او الثيمز يعني بتاعه المؤتمر اللي موجوده عليه. مصر لها تجارب جميله، اليوم احنا في العاصمه الاداريه، احد التجارب المميزه اللي صراحه احنا كلنا كعرب فخورين فيها فترة قليلة، واليوم نشوف فيها بداية ونرى أن الطموح اللي يحمله فخامة الرئيس اليوم قاعد نشوف كثير من التنفيذ. أيضا أكثر من 14 منطقة في مصر وأيضا دول الخليج والعالم العربي يشهد مثل هذه النقلات النوعية اللي حنا إن شاء الله يعني تستمر هذه اللقاءات وتحمل لمواطنينا ومواطناتنا في دول العربية في تحت ظل قياداتنا اللي تطمح أن يكون المواطن والمواطنة العربية في أجود الخدمات السكانية التي يستطيع الاطلاع عليها. عقب الجلسة الافتتاحية تم افتتاح معرض على هامش المؤتمر يشارك فيه عدد من أجنحة وزارات الإسكان في الدول العربية، حيث تطرح كل دولة رؤيتها في هذا الصدد نحو إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية ومتطورة تناسب التطورات العصرية العالمية. والمناسبة الحلوة أن احنا اليوم مجتمعين في مؤتمر في المدينة العاصمة الإدارية الجديدة واللي هي نموذج للمدن الذكية والمستدامة. الأكيد أن احنا راح نستفيد من هذه التجارب، والأكيد أن هذه المؤتمرات راح تساهم في تراكم الخبرات بما يؤدي إلى زيادة رفاهية المواطن العربي في أينما كان في ضمن هذا الوطن العربي الكبير. الالتقاء وتبادل الخبرات هذه راح يساهم في دفع عملية التنمية للجميع. احنا الحمد لله احنا اصلا يعني رئيس دورة 38 راح يصير في تسليم للرئاسة لجمهورية مصر العربية، والأردن الحمد لله شارك مشاركة كتير واضحة من خلال أوراق عمل، من خلال الأوراق الوطنية، ومن خلال عدة أوراق بحثية تقدم فيها عدة أشخاص من الأردن. كما أنه الأردن شرف وشارك في بوث موجود في المعرض اللي كان مشارك، ونحن كتير بنفتخر وبنعتز في العلاقات اللي احنا مشاركين بيناتنا في مجال الإسكان وفي مجال المدن الجديدة اللي ما شاء الله مصر تميزت فيها. هذا المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون العربي وانعكاسا لتضافر الجهود العربية من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضرية والإسكان المهمة، حيث يشارك به لفيف من وزراء الإسكان والتعمير العرب ونحو 60 مسؤولا وخبيرا عربيا من أجل رفع مستوى المجتمعات العربية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.